نور، كثير من الأسئلة ممكن تكون محور اهتمامنا، وخاصة بما يتعلق بصحتنا الجسدية خلال فترة الصيام. أكيد كثير من التساؤلات انتشرت حول تأثير الصيام المتتالي لمدة شهر كامل على مرضى الكلى، وأكيد إذا كان في أي ضرر أو تأثيرات سلبية. اليوم رح نعرف أكيد كل هالأسئلة والتساؤلات، رح يجاوبنا عليها الدكتور نزار عجرم، أخصائي بجراحة الكلى. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح. أولا أنا أخصائي أمراض كلى داخلية وأمراض كلى. أمراض كلى داخلية، أهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم وعلى بلدنا الحبيب سوريا. مثل ما بالتقرير ايضا ذكرنا فوائد الصوم كثيره على مختلف اجهزه الجسم، نقول صوموا تصحوا، هذا صحيح. مثل بالتقرير السابق كان فوائد الصوم على الجهاز الهضمي، على جهاز القلب، على مناعه الجسم ايضا، وعن الكلى. وهذا والكلى هي جزء مكمل لباقي اجهزه الجسم، هذا ينعكس ايجابا على اداء الكلى. لكن الكلى لها ظروف خاصه، نحن نقول كلية بتحب المي. هذا اللي اسالك عنه، في كثير من الناس بيتساءلوا عن الحالات الطبيعيه، يعني انا ما عندي مرض وحاله طبيعيه، الصيام له فوائد للكلى؟ اكيد. يعني خلينا نحكي عن هي النقطه. الانسان طبيعي ممكن ان يصوم لحد 12 ساعه وسطين او اكثر، او لان لديه مخزون من الطعام والشراب يمكنه من الصوم. الانسان المريض له تصنيف مختلف. هلا الكليه بشكل طبيعي تاخذ 20 ل 25% من وظيفه القلب، يمر عبرها حوالي 170 ل 180 لتر دم، يعاد امتصاص اكثر من 99% من هذه الكميه، ويطرح اقل من 1% هي حوالي وسطيا لتر ونص بشكل رئيسي ما نسميه بول. مع هذا البول يطرح ايضا سموم الجسم والفائض من الاملاح، لكن هذا التوازن خلال الصوم يختل جزئيا، ولكن له ايضا تاثيرات ايجابيه. هو يريح الكلى، يمكنها من طرح الفائض من السموم، لكن قلة الماء أيضا يجب أن تتبع بنظام غذائي جيد كما سنتحدث، يساعد على التخفيف من الضرر الذي يمكن أن يحصل خلال الصوم، خصوصا يعني احنا بلادنا حارة، شعبنا عنده مجهود بدني ممكن يشتغل ممكن، فهذا الشيء الصوم إيجابياته يجب أن تتبع أيضا بنظام غذائي جيد يمكن من الوقاية من الضرر الذي قد يحصل خلال الصوم، لكن الإنسان الطبيعي يمكن أن يصوم. طب خلينا نحكي شوية دكتور، في حالات من مرضى الكلى مسموح فيها الصيام، في حالات ممنوع الصيام؟ هلا أكيد مثل ما شافوا أنه الأسئلة على طول بتكون لمرضى الكلى مسموح يصوم أو لا، هذا راجع حسب مرض الموجود وحسب درجة المرض. هلا مرضى الكلى إذا نحكي مثلا عن قصور كلوي مزمن، القصور كلوي مزمن هو 5 درجات، أولى ثاني ثالثة. الدرجة الأولى والثانية هي قصور كلوي خفيف، هذا النوع من المرضى يمكن لهم الصوم، لكن عليهم أن يخضعوا للمراقبة المخبرية والتواصل مع الطبيب. ننصح المريض دائما أنه يعمل تحاليل مخبرية قبل البدء بالصوم، ليس التحاليل سابقا قبل فيها من أشهر، وبنقول له أنك بدك تتابع حالك مخبريا بعد 5 أيام أو أسبوع. إذا صار أي اضطراب بوظائف الكلى، لأنه المريض هو بالأصل قصور كلوي مثل ما أنه خفيف، هنا يجب أن يتوقف عن الصوم. حتى خلال هذه الفترة 5 أيام الأسبوع ننبه المريض إذا حصل لديه أي عارض، كان أعراض جهازية تعب عام. أهم شيء هو إذا حصل تدني بالصادر البولي أو انقطاع بول، هذا مؤشر إلى أن وظيفة الكلى قد تضررت بالصوم، وبالتالي يجب عليه أن يراجع الطبيب فورا لإجراء الفحص السريري والمخبري لدراسة تأثير الصوم على هذا المريض. هلا بعد أسبوع أو 5 أيام عمل تحليل وظائف كلية بشكل رئيسي، شفنا الأمور مستقرة، ممكن نسمح له بالصوم، لكن مع نفس المراقبة، يفضل المراقبة أسبوعيا. هلا مرضى قصور كلوي درجة ثالثة ورابعة، هدول قصور كلوي متوسط إلى شديد، يفضل عدم الصوم. في حالات مرضية أخرى مثل مرضى الإنتانات البولية، هؤلاء مثلا اذا ما كان عندنا هجمه التهابيه حاده، ما كان حراره اقياءات، ما كان مختلط الانتان، هنا يسمح لهم بالصوم مع حسب وضع كل مريض. وحاليا يوجد مع توصيات، يوجد حاليا اذا كنا في طور علاج بس مستقر المريض، حاليا في ادويه المديده ممكن تؤخذ مره او مرتين في اليوم تساعد المريض. في مرضى الحصيات الكلوية كمان كثير بيسألوا، هدول أيضا يجب دراسة وضع المريض. إذا المريض عنده حصيات ناعمة لا تؤثر على وظيفة الكلية، لا تؤثر على إطراح البول،
هؤلاء يسمح لهم الصوم بشرط ايضا المراقبه، ممكن تكون مراقبه حتى بالايكو، وايضا ننبه المريض اذا حصل لديه نوبه الام او احد لديهم بول مدمى، هنا يمكن قد يكون قد حصلت نوبه او تشكل حصيه كبيره اثرت بسبب السقط، ننبه المريض بمراجعه الطبيب. هلا مرضى الحصيات الكبيره او الحصيات التي تؤثر على نظيف الكليه على افراغ البول، هؤلاء ينصح لهم بعدم الصوم. لكن الصوم بالحصيات بشكل عام له تأثير إيجابي على الحصيات بالدراسات، أنه خلال الصوم الكلية بتعاود بتعيد امتصاص الصوديوم والأملاح، وهذا يخفف من طرح الترسبات الكلسية بالبول. يعني إحنا حصيات الكلسية تحديدا نقول للمريض الحمية ما هي حمية كلس حليب وبيض، لا، حمية هي منخفضة الصوديوم ومنخفضة البروتين، لأن الحصيات الكلسية تتشكل على أرضية وارد مرتفع من الصوديوم والبروتين. طيب دكتور، كمان في سؤال عن مريض زرع الكليه، بيقدر يصوم؟ لا، مريض زرع الكليه يعامل مثل مريض اذا كان بدرجه من درجات القصور الكلوي، يعامل مثل مريض القصور الكلوي المزمن. لكن اذا المريض انا بقي خلال زرع كليه حديثا، يفضل عدم صوم خلال السنه الاولى حتى يستقر المريض، نعرف انه حتى استقر حتى يتاقلم، وخصوصا انه بزرع الكلية عندنا ادويه ممكن تاخذ مرتين، ايضا نراعي موضوع تناول الادويه. نعم. وبما يتناسب مع مده الصوم. نعم دكتور، كمان خلينا نصحح هيك بعض الاخطاء الشائعه اللي بنسمعها من العالم، وخاصه اللي عم يعانوا من امراض الكلى. اول شيء، هل الماء لوحده هو المشروب الوحيد المسموح لهم، وخاصه برمضان؟ بتعرف في كثير من المشروبات الرمضانيه اللي ممكن حدا انه يستحلي يشربها. هلا الماء هو المشروب الاسلم للكليه. الاسلم. ايه، بس في مشروبات حتى منبه الانسان العادي انه يتجنبها. ليش؟ في مشروبات هي مضره مثل مشروبات الكافيين، القهوه، المشروبات الغازيه، الشاي، هذه مشروبات تحرر الادرار. الانسان نوصيه خلال الصوم، لا، الانسان الطبيعي لازم ياخذ 2 ل 3 لتر سوائل محسوب فيها الشرب، اللبن، العصائر، لكن هذه النوعيه من المشروبات تحرض الكليه على اطراح البول بغزاره، وبالتالي لا تمكن جسم حتى الانسان الطبيعي من تعويض النقص وترميم ما حصل من نقص، وايضا تخزين يتمكن من الصوم في اليوم التالي. اما مريض مثل ما حكيت الحصيات الناعمه المسموح له بالصوم، بنقول له مثلا خلال فتره من الافطار للسحور اشرب كباية كل ساعة لتمكن من أخذ هذه الكمية اللازمة وتعويض النقص اللي حصل خلال الصوم، حتى ما يصير عندنا تبلور أو تكثف للبول يحرض تشكيل حصيات أكثر. في كثير الناس بتقول لك ما فيني أشرب مي كثير أول الفطور، يعني بتلاقي بين فترة الفطور والسحور ما بيشربوا مي كثير، فخلينا نعطي بعض الإجراءات للصائم للحفاظ على عمل الكلية سليم، والحفاظ مثل ما قلت على المخزون الطبيعي. هلا أنا قلت إنه اللترين 3 لتر ما بناخذهم، المي ممكن ناخذهم من سوائل. نحن بنحكي عن إجمالا، إن كان سوائل إن كان مي لحال قديش تقريبا؟ مفروض لترين ومجمل سوائل 3 لتر. هلا ممكن الانسان مثل ما يقدر يشرب هاي الكميه من المي يعوضها باشياء ثانيه، بالشوربات، بالعصائر، ب مثلا لبن العيران، البرتقاني في كاسه مي، فهي الامور بتزيد من كميه السوائل، وتركيب الاكل معظمه ماء. نعم دكتور، طب شو ممكن توجه نصائح لكل اللي عم بيعانوا من طبعا امراض الكلى؟ اكيد درجه اولى التواصل مع طبيبهم لحتى يقيم الحاله، وللاسف في ناس بنصحهم بعدم الصوم ما بيردوا، بيجونا وشيء ماساوي. نحن بالقصور الكلوي المراحل المتوسطه الشديده ممكن يجي المريض بحاله انه يوصل لغسيل كلي، لازم المريض اذا بده يصوم ايضا مثل ما قلت يتبع الحميه. نعم. والنظام الغذائي، في حميه خاصه بمرضى الكليه ايضا حسب درجه القصور، وموضوع انه مثل ما قلنا تعويض من السوائل خلال فتره الافطار، والمراقبه المخبريه اللي بيطلبها الطبيب من المريض. نتشكرك الدكتور نزار عجرم، اخصائي في امراض الكلى، على وجودك معنا. بتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا ولكل النصائح والمعلومات اللي اعطيتنا.